عودة لكم مشاهدينا في غبقة الحمراء، ومعنا الزميلة سوزان رشلين مقدمة برامج في القناة الثانية في تلفزيون دولة الكويت. حياك الله وتقبل الله طاعتك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نرحب فيك أكيد زميلتنا في القناة الثانية. نبي نتكلم شوي على البرنامج، لكن بالبداية نتكلم على وجودك بالكويت لسنوات ما شاء الله. حياتك في الكويت، شنو أهم الأشياء اللي يعني اكتسبتيها من العيشة هنا عندنا بالكويت؟ والله سبحان الله، الكويت بلد يعني سبحان الله ما لقيت مثلها. سبحان الله. أنا عشت كثير بلاد بأوروبا، في تايوان، في جنوب أفريقيا، وأخيرا في الكويت. بس سبحان الله أنا حبيت الكويت لأنه سبحان الله الحمد لله في إسلام. الحمد لله. بس على نفس الوقت بعض يعني وسط. سبحان الله، يعني ما في تعصيب. سبحان الله، واحد بيقدر يعيش حر وحرية. الحمد لله. وما شاء الله شعبها حلو. الحمد لله. ما شاء الله وفريندلي يعني ما شاء الله. والحمد لله صارت بيتي، يعني بلدي تقريبا. كويت صارت بلدي، نص حياتي. أكيد بيتك وبيت كل وافد ومقيم في هذه الدولة الطيبة. سؤال، نبي نرجع بداية، كان بداية دخولك للإسلام كان بالكويت ولا برا الكويت، ومتى بالضبط؟ ولا سبحان الله، أنا أسلمت في الكويت بس كان عمري 17 سنة. ما شاء الله. سبحان الله، كنت مؤقت في الكويت أنا زيارة، وسبحان الله بهذا الوقت سبحان الله أسلمت، رحت على أمريكا وألمانيا ورجعت الكويت الحمد لله. نعم. واليوم تنشرين الإسلام ما بين الأجانب اللي موجودين. الحمد لله، هذا واجب علينا يعني. الحمد لله، يعني الله ببارك، يعني لازم نوزع البركة الحمد لله يعني. الحمد لله. شو شايفة ردة الفعل من الأجانب موجودين عندنا بالكويت أو خارج الكويت في الأماكن اللي تحاولين تنشرين فيها الإسلام؟ ولا حسب سبحان الله، يعني في عندي أهلي مثلا رافضين. سبحان الله، هن قريب لقلبي وسبحان الله رافضين، يعني الله سبحانه وتعالى يهدي من ما يعني. ايوه صح. سبحان الله، يعني في ناس بيتقبلوا وفي ناس ما يتقبلوا. سبحان الله، برا الكويت او في قلب الكويت. عسى الله يهدي من يشاء. اكيد احنا بالنهايه دين تعايش ودين صح. رسائل كلها انسانيه صح. لكن السؤال، خلينا نرجع شوي للجانب الاعلامي. انت زميله تقدمين في القناة الثانية، نوجه لها تحية، كل الزملاء في المحطة الثانية، وتقدمين برنامج هي المرأة أو هي مرأة الإسلام في القناة الثانية الساعة 6 يوميا. صح. كلمين عن هذا البرنامج. سبحان هذا البرنامج، هاي صار ثالث سنة ما شاء الله عم نقدم هالبرنامج، اسمها شي إن إسلام، هي في الإسلام. حلو. وحسب السنة، يعني هاي السنة ركزنا على دورة الإمرأة في الإسلام في المجتمع. حلو. لأنه ما شاء الله الإمرأة فيها كثير أدوار، يعني صحيح. كأم وكزوجة أو كدكاترة سبحان الله، أو تيتش يعني مدرسة، فيها كثير سبحان الله لها دور. في متابعين من الأجانب للقناة الثانية على البرنامج الخاص؟ أي والله سبحان الله، يعني صرت عم بروح على إفطارات سبحان الله، والناس يعرفوني الأجانب سبحان الله، بيقولوا شوف بيشوفوا البرنامج الحمد لله، وتأثر معاهم الحمد لله، يعني في ردة فعل الحمد لله. الحمد لله. ركزتوا على أهمية المرأة في الإسلام. نعم. شنو أهمية المرأة في الإسلام؟ يعني سبحان الله، ما في شيء فينا احنا ما فينا نعملها سبحان الله. طبعا في حدود صحيح. وفي لباس معين الحمد لله، بس يعني الأبواب مفتوحين. هذه أنا حاب أوصل الرسالة هذا للأجانب، يعني إنه سبحان الإسلام ما بيمنعنا من أي شيء. نعم. وخاصة العلم، الإدوكيشن، يعني نحن مش منعين منها من نهائيا. أكيد بلا شك. قلتي بالبداية إنك بالكويت من عمر 17 سنة. أنا من الكويت من عمري 15. من 15 سنة. أي والله. بس إلى الحين قاعد ألاحظ أنا محمد تكلم اللهجة اللبنانية، ليش؟ صح، أبو أولادي لبناني وعشت في لبنان 10 سنين. إيه. يعني سبحان الله، أيام العراق والأحداث. نعم. رحنا على لبنان 10 سنوات ورجعنا، فأخذت اللهجة. وأيضا عندك يمكن مشروع محمد خاص بالدمى المتحركة. نعم. كلمينا. نعم. شوي عن هذا المشروع، يمكن الغريب يعني مو وايد يكون متواجد. هيدا هوايتي من أنا من الطفولة بألمانيا، نحن كتير بهمنا الدمى والمسرح للأطفال. سبحان الله، وهذا دلت بقلبي سبحان الله. وحتى في لبنان أنا سويت شوية دمى في بيتي للأولاد في القرية، الحمد لله بالكويت سويتها لأكبر شوي، سويت أول مسرح دمى في الكويت ما شاء الله. وسبحان الله إجا كمان فريق من برشلونة شافونا على فيسبوك وصووا فيلم عن حياتي. قالوا أنا من بالنسبة للنساء بهيدا المرحلة قليل بالعالم. صحيح. فيها كذا وحدة، أكثر شيء مرحلة رجال المسرح أرايس والمسرح دمى. سويتوا مسرح دمى بالكويت، وين بالضبط؟ أنا عندي يعني عندي مكان في كويت سيتي في جنب السنتر بوينت. حلو. في مكان ومستأجرة غرفة
وسبحان في مدارس لعندي او نحن بناخذ المسرح ونروح عند المدارس او عن المناسبات. نعم حضرتك بعد ايضا مديره اداره مدرسه اكاديميه. نعم من ناظره حدا انا. ايوه يعني ما شاء الله بين انك ناظره وبين انك مذيعه في القناه الثانيه وبين العمل الخاص فيك الدمى، شلون تشوفين تنسيقك للوقت بين هذه يمكن الاشياء والمهام المختلفه؟ سبحان الله واحد بده يختار الوقت يعني للعائله طبعا لها اهميه. هيدا البرايورتي، هيدا الشغله الاولى طبعا. نعم. والوظيفه المدرسه طبعا اهم شيء. بس هذا الانضم يعني هوايه، مو مش كل يوم يعني، يجي مثلا مره بالاسبوع مرتين بالشهر، وعندي ناس موظفين يخففوا عني الحمد لله. في فريق متعاون. نعم في فريق متعاون قاعد يقوم. الحمد لله اي متعاون فريق. خلينا نروح لسؤال اعمق، حياتك في حياتك العائليه صح القول، ابنائك موجودين وياك؟ موجودين بالكويت. بالكويت. ابني معي. انت جده؟ انا جده. اي عندي حفيدين ما شاء الله، فهد وناصر. ما شاء الله خليهم. يمكن يعني بين وجودك دام طاقنا الجانب الاسري في البيت، يعني في شهر رمضان هل انت بنفسك تدشين المطبخ، تقومين في المهام الخاصه بالافطار بالسحور؟ اي الحمد لله يعني. بس تعرفين انه بالرمضان انا بحس الناس بيحطوا اكثر اهميه على الاكل. صحيح. وانا بحس سبحان الله هذا مش معنى رمضان. اكيد صحيح. يعني بحس رمضان الافطار زي الاكل اللي باكله على الغداء عادة يعني. نعم. الطبخة الوحدة عادي، والسحور الترويقة يعني اثنين توست جبن عادي يعني. ما بحس إنه رمضان مفروض إلا إذا في عندي ضيوف أو معزومة عادي يعني مثل اليمن عادي. بس رمضان هي تركيز على الصلاة وعلى الدين الحمد لله. لا يعني ما بين الفرائض اللي موجودة في رمضان الدخلين المطبخ الطبخين؟ اي طبعا طبخين. مشابيس؟ في مشابيس؟ انا ولا بطبخ دولي اكثر من الكويتي. شنو من الطبخات مثلا محمد لازم يكون فيه مشابيس؟ لازم. اليوم عندنا همبرجر يعني بالمناسبه احنا غبقتنا هم بسيطه مثل ما قلتي. أيوة. يعني اشياء تكون خفيفه، شايفه ويانا برجركم هذا البرجر الخفيف يعني يكون هم خفيف على المعده. محمد يعطيهم العافيه شغل لذيذ. انا بس خاصه من رمضان لازم يكون الاكل صحي اكثر يعني. صح. لازم السلطه زياده، الشوربه، الكذا شيء خفيف. لكن الطبخات الكويتيه ما تجدينها استاذه؟ لا ما جربتها لسه، لانه ولا لازم اتعلمها ان شاء الله حدا يعلمني. ان شاء الله اكيد. ما بين البرنامج رمضان تقدمينه، في برامج اخرى قدمتي افكار موجوده في القناه الثانيه قاعد تقدمينها وتتواصلين مع متابعينك والمشاهدين؟ ولا سبحان الله هذا في برنامج قبلي بالتلفزيون بالرمضان بتجي قبل شيء الاسلام عن حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وايد حلو الحمد لله، كثير حلو ما شاء الله. في كثير برامج ما شاء الله دينيه اللي ما شاء الله مفيده. يمكن ابي الخلاصه من هذه البرامج وهذه البشوار في الاسلام، شلون اثر على شخصيتك انت كنفسك على الاسلام؟ اثر في شخصيتك ولا تغير كل شيء في حياتي؟ لأنه الإسلام مش بس دين، مش بس يعني هي حياة كامل سبحان الله. الإسلام يعني واحد ما بيقدر يقارن بين الإسلام بعد الإسلام وقبل الإسلام بأي شيء سبحان الله، يا بحياة الدينية أو الحياة الدنيوي إلا ما الدين تأثر عليها سبحان الله. يعني واحد بياخذ سكينة سكينة الحمد لله، عسى الله لا يغير هذه السكينة عليك ولا على كل من يتابعنا إن شاء الله. إن شاء الله. لكن التعامل مع زملائك الأجانب الصح القول في دولة الكويت، شايف شلون يتعاملوا معك أنت كمسلمة؟ ولا سبحان الله في يعني أكثرية رفقاتي مسلمين. مسلمين يعني ايه بالكويت واجانب الحمد لله. يعني الله. نحن عندنا جروب الحمد لله كلنا من جميع الدول، يابان وامريكا واوروبا وافريقيا. يعني سبحان الله هيدا الحلو، يعني نحن بنوقف مع بعض بالصلاه بتحس يعني 20 شخص 20 دوله. نعم اكيد. هذا يمكن هذا الشعور داخل الكويت ايضا. يوم تطلعين خارج الكويت هل تنقلين نفس هذه الصوره؟ اكيد احنا اليوم كمسلمين نعكس الصوره الايجابيه اللي هي موجوده اصلا فينا كمسلمين الى العالم برا. بالنسبه لك سوزان؟ يعني سبحان الله أوقات بلاقي صعوبة إذا مثلا بسافر خاصة على ألمانيا، بس سبحان الله صارت هاي أيام أسهل وأسهل الحمد لله، صاروا الناس متفتحين أكثر الحمد لله. صح إنه في الميديا بشوشوا صورة الإسلام، بس نفس الوقت سبحان الله الله فتح الأبواب كمان الناس من دون الميديا صاروا يفهموا الدين أكثر. أكيد. يعني في ناس بيمشوا هيك وناس بيمشوا هيك سبحان الله. أكيد. يعني أكيد. الحمد لله يعني كلها مثل. حلو حلو. من خلال سفرك من خلال تواجدك في الكويت صار لك موقف وفي ناس تأثروا فيك ولجأوا ودخلوا الإسلام؟
ولا لا سبحان الله لسه، بس ان شاء الله يا ام بضل يحول ان شاء الله. بس تعرف انه بالكويت الحمد لله يعني اكثريه الناس انا بتعامل معهم مسلمين، يعني بعد ما عاشت بالبرة برات الكويت وأنا مسلمة لاحس إنه فيني في كتير محادثة مع ناس مسيحية أو يهود أو غير دين يعني سبحان الله. نعم أكيد أنت وجودك أيضا بالكويت يعكس هذه الصورة الإيجابية. أول إن شاء الله. سواء للمسلمات أو أيضا اللي حابين. خلال البرنامج إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. شلون التفاعل مع البرنامج وأصداء البرنامج؟ والله الحمد لله كتير حلو، أنا كتير حبيت يعني أتعرف على ناس ما شاء الله، يعني حتى الضيوف اللي في البرنامج ما شاء الله حلو واحد يتعرف عليهم سبحان الله، ومنصير من بعض البرنامج حتى في إرسال بناتنا يعني. من الضيوف اللي راح يطلعون إن شاء الله في الحلقات القادمة خلال النصف الثاني؟ لا ما شاء الله في كتير، في دكاترة، في عندي دكتورة أسنان ما شاء الله أمس كانت البرنامج، مدرسات، في عندي محامية ما شاء الله. كلهم نساء؟ كلهم نساء الحمد لله. احنا زين شو نسوي؟ اول شيء النسلام محمد. ولا في عندي سبحان الله واحدة من الضيف كتير حبيتها ما شاء الله، هي متبني بنتين ما شاء الله، وقصتها كتير حلو يعني هذا شيء خصوصي يعني شيء مش موجود كتير بالكويت. متبنية بنتين عندها؟ متبنية بنتين كويتية. كويتية ما شاء الله. حلو. ايضا الدعوة يعني الدعوة داخل البرنامج خاصة بالرجل والمرأة ايضا، ممكن رجل غير مسلم يتابع البرنامج وتوصل لنفسها رسالة. لا طبعا، وخاصة النساء في البرنامج دائما يعني عم نحاول من نذكر الدور الزوج. صحيح. يعني هي ما شاء الله درست، اوقات بيدرسوا بعد ما تزوجوا بيقولوا مثلا لا زوجي ساعدني، حتى ساعدني في الاطفال مع الاولاد بالبيت، لا قدرت ارجع الجامعه. زين، اهم شيء مو تركزون على دور اهميه المراه في الاسلام وتنسون الرجل. زوجها يعني كيف كان عم بيساعدها توصل لهذا المركز. كيف هو دور ابو العيال وياك في حياتك؟ ما هو دوره؟ نعم. زوجك. نعم. ما هو دور اللي قدمه لك انت في حياتك بشكل عام؟ طبعا الحمد لله يعني للإسلام اولا يعني سبحان الله، طبعا هي يعني هو على طول السبورت للإسلام. نعم. الحمد لله. الحمد لله. وسبحان الله يعني الجوز على طول يساعدون بعض في كل شيء بالحياة، يعني واحد سبحان الله ما يقدر بدون الثاني. نعم. نشكرك اليوم على وجودك زميلتنا سوزان رشلين، على وجودك اليوم، نتمنى التوفيق في برنامج اللي قاعد تقدمين على القناة الثانية. جزاكم الله خير وشكرا كثير. نروح عندنا فاصل قصير قبل ما نختم إن شاء الله وياكم حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا بعد الفاصل.